من المبدعين اللي كانوا بمهرجان سيركال، مهرجان الكوز للفنون، بيجهاز بيكاس اللي هو بنفس الوقت اعلامي بدبي واعلامي بالسعوديه، واللي هو بذات الوقت ما بيقبل يسمي حاله دي جي، ولكن بياخذ انواع موسيقى معينه وبيعزفها للناس، بحط تاتش تبعيته. بيجهاز يلي كان كتير شيق الحديث معه، رح اترككم تسمعوا وتتمتعوا بكل كلمه قالها. بيجهاز من سيركال. المذيع القدير والموسيقي حسان احمد، اهلا وسهلا فيك على موقع الفن. السلام عليكم، تحياتي لك وللفن. استاذ حسان، بدي اسالك، هل في اقبال على موسيقى الراب هون بدبي؟ في الراب العربي الان صار قوي وطلع، يعني انا بوثق حركه الراب العربي من تقريبا من 2006 ولغايه الان. التطور اللي صار بالراب العربي شيء رهيب. واذا تساليني ايش سبب التطور هذا، شيء واحد انه طلع من النطاق السياسي حقه. يعني كان اول ما بدا كان سياسي كثير، الان صار اكثر فن. بس في رسالات اوقات ضد الحرب، ضد الامور دائما، ولكن هذا اللي يميز الراب العربي لانه طلع، بس كان طلع من نطاقه السياسي، وهذا صراحه شيء جدا رهيب. نشوف الراب العربي الان مع الاختلاف في راب في المغرب العربي، في راب في بلاد الشام، في راب في الخليج. طيب حضرتك تقدم موسيقى فقط؟ انا يعني انا كحسان مذيع راديو ومدون احب جدا اوثق حركه الراب العربي، ولكن الان حبيت كمان اعطي شيء اضافي اللي هو بلعب موسيقى من وطننا العربي للناس. اما انا دي جي، يعني انا مش دي جي، ولكن بختار موسيقى وبشغلها للناس بطريقة تكون تخش فيها برحلة للعالم العربي على صوتنا نحن. موسيقى قديمة جديدة. بما أنك تختار موسيقى مش أنت بتألفها. شكرا على سؤالك. سبب اختياري أنه أنا ما بقول دي جي لأنه عندي احترام لهذه المهنة اللي هي دي جي، لأنه لسه أنا ما لسه أقنع، يعني سويتها بطريقة كويسة لسه يبغالي. أيوة، فاحتراما للدي جيز اللي موجودين هناك اللي هم اشتغلوا، انا لا، انا بس بختار الموسيقى الان وباخذكم برحله موسيقيه معايا، رحله بيج هاس الموسيقيه على اغانينا العربيه اللي هي اكيد رهيبه من قديم وجديد. فممكن تلاقيني العب اغنيه زي ما اعرف لزياد الرحباني، بعدين لولاكي، بعدين عمرو دياب، بعدين اغاني من الموسيقى المستقله الموجوده عندنا. فهذه مين بتلعب لبنانيه غير زياد الرحباني؟ اوه لبنان، مين بلعب بلبنان؟ والله بلعب لي صباح، فيروز، بلعب وديع الصافي، فيروز أكيد. من النيو جينيريشن صراحة يمكن في هذا اللي انشهر من سنتين، إيش اسمه؟ يا الله في كثير انشهر من سنتين. في واحد انشهر صغير بالسن، أغنية كسرت الدنيا، يا الله ناسي، هلا بنتذكرها. أيوه حسن، بما أنت وحضرتك سعودي، هل كمان تلعب موسيقى سعودية؟ أكيد. لمين؟ أي فنانين؟ والله بركز على الفنانين المحليين أكثر. في فنانين راب، مثلا في رابر اسمه ليل إيزي، في مؤدي بغني بالإنجليزية هو اسمه حمزة هوساوي، في قصي، إذا عارف يا قصي اللي هو كان، أيوة، في عدة فنانين صراحة. ولكن أنا تركيزي على الأغاني، يعني يمكن ما تلاقيني ألعب كثير أغاني زي مثلا للرائعين والأساطير زي محمد عبده أو طلال مداح، بس بأخذكم برحلة موسيقية معايا خلال الوطن العربي اللي هو جدا متنوع. حسان، يعني هذا شاب صغير قصدك بشار جواد، تيرارا تيرارا، هذا هو ما شاء الله عليه مكسر الدنيا يعني you know. فبس أجان لازم أقول أنه أنا اختيار الموسيقى هي عشان كمان أثقف الناس بموسيقاتنا العربية، فيمكن أغلبية الموسيقى بلعبها من الوطن العربي من الجيل القديم كمان شوية you know. يعني كثير بلعب فيروز، على صباح، على وديع الصافي مثلا من لبنان، يعني في عبد المجيد عبد الله. عبد المجيد عبد الله لازم، رهيب، هذه لازم. عبد الرب إدريس أكيد، في اكيد دائما محفوظ الالقاب اكيد. اللي حابب اقوله انه في كثير من الاساطير دول من لعبهم، ولكن في كثير كمان من الفن المستقل. في واحد اسمه عزيز مرقه، ما اعرف اذا تعرفيه كمان، عزيز مرقه من الاردن، نوال خرمان، في واحده اسمها اليانا من فلسطين. في تنوع موسيقي جدا رهيب موجود عندنا. هلا انت اللي بتقدر تعمله غير عن الباقيين لانه شمولي بالموسيقى تبعيتك، ما إلا جنسيه وحده. حسان، خلينا نحكي شوي عن الاذاعه. حضرتك هون بتقدم بالشارقه بروجرام اسمه ليش هيب هوب، وهو ذاته بالسعوديه كمان بتقدم البرنامج. اول شيء، ليش اسمه ليش هيب هوب؟ والله صار لي 12 سنه بقول ليش. ليش هيب هوب؟ لانه هو البرنامج الاول والوحيد في السعوديه اللي بيهتم بثقافه وحركه الهيب هوب. بقول ليش هيب هوب لانه في كثير ناس عندهم يمكن صورة سلبية عن الهيب هوب، إنه حركات أيادي
ويعني فن هابط، ولكن لا، الهيب هوب هو ثقافة وحضارة بدأت في أوائل السبعينات في أمريكا، وأنا حابب أتكلم عن الهيب هوب عامة، لأن الهيب هوب هي مظلة وتحتها في عدة عناصر أكيد. والحمد لله يعني أنا فخور جدا أقول عبر إذا يعني أكيد إذاعتكم هنا إنه 12 سنة على الهواء. أيوة الحمد لله. فهذا شيء جدا رهيب، وشفنا تطور الراب العربي، شفنا تطور الموسيقى المستقلة العربية، وهذا شيء جدا رهيب صراحة. طيب هالتطور العربي بالراب ليش ما استدعوكم وقت عملوا مثلا تريو بالسعودية، وقت حركة الترفيه عملت سهرات جدا حلوة، ليش ما كان في حصة للراب العربي أو لإلك مختار موسيقي إذا بدنا نسميك موسيقي مبدع؟ شكرا على سؤالك. أنا حابب أوجه تحية كبيرة أكيد لكل القائمين الآن في السعودية، شيء جدا رهيب اللي بيصير في السعودية، ولكن لسه حصة الراب العربي يبغى لها شوية وقت، وأنا مستعد ناخذ هذا الوقت لأنه لسه نبغى نفهم أكثر الراب العربي أو الراب السعودي بهذا ما وصل المسج، وصل على دبي بس ما وصل على السعودية. لا هو لسه ما يعني ما هو هذه نقطة كويسة، ولكن لسه يبغى له شوية وقت لأنه كمان الصورة ما وضحت 100%. فاللي بيصير الآن في السعودية كسعودي أنا جدا فخور اللي بيصير في السعودية من التطور هذا السريع الرهيب. أي شخص، أنا كنت متواجد في السعودية من يعني أنا خلقت في السعودية وموجود في السعودية وشفت التطور، شيء جدا رهيب، ولكن بالراب لسه يبغانا شوية وقت. وهنا رسالة للفنانين والفنانات، ابدأوا سووا أغاني عشان كويسة، عشان عشان المستوى يعلى، عشان أكيد الحكومة والناس القائمين ياخدوكم. طيب حضرت تريو نايت؟ حضرنا تريو نايت، شو رأيك؟ رهيب، يعني إن شاء الله يكون في ليلة راب عربي زي كذا إن شاء الله، يعني متوقع إذا رح يصير في تكريم مثل ما كرموا جورج وصوف أبو وديع. مين بتختار أكتر إنسان مشهور بالراب العربي إنه يتكرم بالسعودية؟ واو، أول شيء رحمة الله أكيد على ابنه لجورج وصوف، أكيد من قدم أحر التعايزي. مين؟ أوف والله في كتير صراحة، لأنه اختلاف الراب العربي في كتير صراحة. مثلا أعتقد أنا واحد زي بلطي لازم يتكرم، اللي هو من تونس، بلطي الرابر التونسي اللي صار له أكثر من 25 سنة بيأدي، وفي كتير يعني واو، يعني إذا قلنا اسم حنكون كل الأسماء صراحة، ولكن الاسم اللي يجي على بالي الآن بلطي من تونس، لأنه سوى كثير وغير مفهوم الناس اللي هم مش مهتمين بالراب يبدأوا يحبوا الراب. تحية كبيرة للسعودية ولهالانفتاح الحلو للمهرجانات الحلوة اللي عملتها. أنا سأب أني قدرت أحضر مهرجان أبها، ولكن بدي أطرح سؤال شوي جريء، هل مع هالانفتاح رح يصير في كتير فنانات مؤنس يعني يصيروا يغنوا ويطلعوا المسرح سعوديات؟ هذا بيصير already، وسؤالك بالجد مش أنه مسألة جريء، بالعكس هذا بيصير. المملكة العربية السعودية الآن مع رؤية 2030 هذا هو الرقم واحد، انه ندعم اكيد اخواتنا، لانه مجتمع بدون سيدات ليس مجتمعا. وانا ادري فور ا فاكت انه السعوديه حاطه هذا الشيء، وهذه شيء لازم نشوفه دحين اللي بيسمعونا بيشوفونا. اذا انت مغنيه تاكدي اختي وطالب الكاميرا انه عندك المساحه الامنه انك تادي، هذا الان موجود، وهذا تم عبر اكيد الناس القيمين في السعودية. فردا على سؤالك نعم 100%، حتى مع احترام حريتها الخاصة، بتحب تطلع محجبة بتحط تطلع مش محجبة، نحن ناطرينا. أقدر أقول لك مثال، زينة عماد مؤدية سعودية ما شاء الله عليها، بدأت بالكوفرز وبعدين بدأت تطلع مع مسارح مع ناس زي تامر حسني ومغنيين يعني رهيبين أخويا، وبعدين بدأت كمان تعمل أغانيها الخاصة فيها. حسن، هل السوشيال ميديا هلا عم تفرض اكثر كفرز وعم تفرض اكثر مثلا ليركس فيديو؟ يعني بطلنا بعصر الفيديو كليب المهم كثير، بطلنا بعصر انه ندفع حق غنيه وحق متركاج ندفع انه يذيعوا لنا اياهم بالاذاعات والتلفزيونات. السوشيال ميديا لعبت دور، هذا اذا انت حبيتيها وما حبيتيها لعبت دور بتطور هذا الفن. هل أنا معها؟ مش 100%، يعني مش مع أنه شخص عنده مثلاً 100 مليون أو 100 معرف لايك على 50,000 لايك على أغنية صارت كويسة، مقياس نجاح الأغنية لازم يتغير. يعني في مش أنه على حسب اللايكات أو حسب الفيوز، في شرية لايكات هذا بيصير صح، بس لما وين تعرف الأغنية ضربت؟ أو لما الشعب نفسه بيغنيها بيأديها، لما تدخل الشعب نفسه. فالآن صار في كثير بزنس، وصار في كثير بزنس بالأغاني، وهذا الشيء دائما حيصير. ولكن أنا كحسان بما أنه عندي هذا المنبر،
أبغى الموسيقى ترجع للموسيقى إنه تأثر بالبشرية نفسها مش بس بزنس. فمقياس النجاح للأغنية لازم ما يكون عبر اللايكات والفيوز، لازم يكون عبر مدى أهمية تأثير هذه الأغنية للشعب. كلمة من السعودية عبر دبي للعالم وللبنان خاصة. كلمة من السعودية للعالم، انتظرونا نحن جايين. كان دائما نحن نقول إنه وقتنا متى حيجي، وقتنا الآن صار، إن كان موسيقيا، إن كان بالأفلام، إن كان في الثقافة حقتنا، إن كان في الافتتاح اللي يعني هذه الكلمة صراحة ما أحبها كثير صراحة، لأنه نحن منفتحين دائما، ولكن جاء دورنا الآن إنه نعطي الصورة اللي هي صح عن السعودية من خلال صوتنا نحن، مش من خلال أصوات برا، وهذه جدا رسالة مهمة. صوتنا نحن مين يعني، السعودية أو الشباب؟ لا بتكلم صوت الشباب، صوتنا نحن كسعوديين. نحن تعرفي أنت في السعودية معدل الأعمار العام أقل من 35 سنة، شعب صغير، فصوتنا طلع، صوتنا بدأ يطلع موسيقيا في الأفلام في الثقافة. بدي استأذنك بشغلة، نحن كمان كنا نسمع صوتكم عبر طلال مداح، عبد المجيد عبد الله، عبد الرب دريس، واستقبلناهم بلبنان عبادي الجوهر، فهلا يمكن لجيل جديد. الجيل الجديد، بس أنا بتكلم لما بقول صوتنا بتكلم على طريقة التفكير نفسها، لأنه زي ما أنت عارفة أكيد أختي أنه لفترة جدا طويلة كانت صوتنا ورسالتنا خارج جاية من برا، يعني الناس يقولوا علينا أشياء، الآن تسمع مننا نحن، وهذه هي الرسالة اللي حابب أوجهها، اسمعوا مننا نحن لأنه نحن جايين وما منوقف. حسان good luck. شكرا لك، تحية للفن، peace. لتعرفوا كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com أو عملوا سبسكرايب على اليوتيوب.